5 متظاهرين على الأقل قتلوا وعشرون آخرون جرحوا على أيدي قوات الأمن السورية شمال مدينة حماة، فيما كان المراقبون العرب يتجولون في المدينة في سياق مهمة سيقومون خلالها إذا كان النظام أنهى قمعه للمحتجين. وفي دوما ضاحية العاصمة دمشق، حيث حضر المراقبون العرب، جرح 24 شخصا على الأقل خلال مصادمات بين قوات الأمن وآلاف المحتجين الذين قدر أحد تجمعاتهم بنحو 70,000 متظاهر. وفي محافظة إدلب شمال غرب البلاد، جرح 25 متظاهرا على الأقل عندما أطلقت قوات الأمن النار على عشرات آلاف المحتجين خرجوا في مظاهرات حاشدة ضمت أكثر من 250,000 متظاهر بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. إلى ذلك، حث الاتحاد الأوروبي سوريا على تطبيق بروتوكول الجامعة العربية والذي ينص على إنهاء قمع المحتجين وإطلاق سراح المساجين السياسيين وسحب القوات النظامية من الشارع.